السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا على الـ evaluation بتاعة النيو لابوراتري ماشين، وقلنا ان احنا محتاجين في الـ evaluation دي ان احنا نحسب الـ accuracy والـ precision. طبعا لو عندك software هيسهل لك عملية الـ calculation والـ statistical analysis بتاعة الـ accuracy والـ precision. طب لو فرضت ان انا ما عنديش للأسف software، ممكن اعمل ايه؟ ممكن استخدم الاكسل شيت او جوجل شيت في ان انا احسب الاستاتستيكال اناليسز اللي انا عايزها. هنشوف هنا مثال عملي على الاستاتستيكال اناليسز اللي انا ممكن اعملها باستخدام الجوجل شيت. هنا الاكيورسي كالكوليشن، هناخد اكزامبل زي الهيموجلوبين. لازم اكون عارف التوتال اللوبل ايرور بتاع الهيموجلوبين ده قد ايه. نفترض ان هو 7%، هنا برسنتج. احنا قلنا قبل كده ان التوتال اللوبل ايرور ممكن يكون برسنتج او ابسوليوت نمبر. احنا هناخد المثال انه برسنتج لانه ده اصعب شويه. هنبص نلاقي ان انا بعمل السامبلز بتاعتي، مثلا عندي 40 50 سامبل، بمشيهم على الجهاز القديم او الريفرنس ميثود بتاعتي اللي هي اكس، والنيو ماشين بتاعي اللي هو واي. فكل سامبل هيبقى عندي تو فاليو، واحده للاولد ماشين وواحده للنيو ماشين. بجيب اول حاجه لكل السامبلز اللي عندي دي بجيب لها الاكس ماينس واي، يعني باخد الفاليو بتاعه الواي بطرحها من الفاليو بتاعه الاكس، وبيكون عندي هنا قيمه جديده اسمها ايه، واي ماينس اكس. هحسب الواي ماينس اكس لكل البارامترز لكل السامبلز اللي عندي. بعد كده هاجي للتوتال اللوبل ايرور. هنا احنا شايفين انه التوتال اللوبل ايرور برسنتج، فلازم احول البرسنتج دي لابسوليوت نمبر، فالكل سامبل هيبقى لها توتال اللوبل ايرور مختلف. ازاي؟ هاجي اخد الفاليو بتاعت الاولد ماشين واضربها في البرسنتج بتاعت التوتال اللوبل ايرور، يعني ال 122 هضربها في 7%، هتبص هتلاقي اعطتني 8.54. بالنسبة للسامبل رقم 2 هاخد ال 91 اضربها في 7% فهلاقي التوتال الاولوبل ايرور 6.37، وهكذا هجيب التوتال الاولوبل ايرور لكل السامبلز اللي انا مشيتها. طب لو عندي التوتال الاولوبل ايرور ابسوليوت، لو ابسوليوت فرضنا ان هو مثلا 0.3، هتلاقي التوتال الاولوبل ايرور هنا فيكسد لكل السامبلز، مش هيبقى في 1.8 1.6 1.10، لا هيبقى كل التوتال الاولوبل ايرور فيكسد فاليو اللي هي 3/10 لو عطيهاني هنا في التوتال الاولوبل ايرور. هاجي لاخر حاجه اللي هي الاندكس ايرور، اللي هي بناء عليها هحسب والله الاكيوريسي بتاعه النيو ماشين اكسبتد ولا لا. الاندكس ايرور دي بتتحسب ازاي؟ باخد الفاليو بتاع كل سامبل اللي هي واي ماينس اكس واقسمها على التوتال الاولوبل ايرور بتاعها، يعني 1 ديفايدد باي 8.54 هتطلع لي 0.12، وبالمثل 2 ديفايدد باي 6.3 هتديني 0.31، وهحسب التوتال الاولوبل ايرور لكل السامبلز بتاعتي. طب بناء عليه هحسب اقول ايه انه الاندكس ايرور هل اكسبتد ولا لا، الاكيورسي اكسبتد ولا لا. المفروض انه الاندكس ايرور بتاعي ده بيعتمد على الاندكس ايرور اللي انا بحسبه. ماشي، الاندكس ايرور هيبقى امتى اكسبتد؟ لو القيمة اللي طلعت لي هنا دي اقل من الواحد او اكبر من ماينس واحد. طب امتى تبقى النقطة اكسبتد؟ لو هي اكبر من الواحد واقل من الايه؟ الماينس واحد. فبص على كل الفاليوز اللي طلعها لي في الاندكس ايرور، مور زان وان ولا لس زان ماينس وان، وبناء عليه بقرر والله انا عندي الاكيوريسي بتاعي الجهاز الماشين النيو ماشين اللي جاء في المختبر اكسبتد واقدر اعتمد عليها بالنسبه للانالايت اللي هو الهيموجلوبين. طبعا بالنسبه للسي بي سي في بقى الار بي سيز والوايت بلاد سيلز وكل ده هحسب له الاندكس ايرور. هبدا اشوف هنا بدل ما انا ببص على فاليو بالنسبه للاندكس ايرور، ازاي اعمل جراف بين لي بسرعه على طول اذا كان كل الفاليوز بتاعتي وزن الاندكس ايرور less than 1 و more than minus 1 ولا لا. اوكي، ده هنشوفه في الخطوه الجايه.
هنا علشان اعمل جراف يقدر يوضح لي الاندكس ايرور والله بتاعي اكسبتد ولا لا. مجرد ان انا هعمل سيلكت للكولم ده كل الكولم ده اللي هو فيه الفاليوز بتاعت الاندكس ايرور يقول سيلكتد. بعد كده هتروح على الثلاث نقط هنا ومجرد هتدوس انسيرت شارت. الشارت طلع عندي هنا، لو بصيت عليه كده ببساطة هبص الاقي انه ادي الاندكس ايرور هنا محور زيرو، الماكسيموم فاليو واحد، هنا ماينس واحد، وهنا كل الفاليوز بتاعت الاندكس ايرور لو بصينا عليها هنلاقيها كلها في الريجون ده اللي هو حوالين ما بين ماينس نص ونص. وونلي تو فاليو هنا طالعين، واحدة طالعة قربت على الواحد، واحدة هنا نزلت عند الماينس واحد، بتستيل ان هما لسه وزن الواحد والماينس واحد. فالستادي زي ما احنا شايفينها كده كل الفاليوز بتاعت الاندكس ايرور كلها اكسبتد. يبقى اذا هنا اقدر اقول على طول ان والله الاكيوريس بتاعت الهيموجلوبين بتاعت النيو ماشين اكسبتد، بناء على ايه؟ انه الاندكس ايرور هنا عندي كل الفاليوز اللي طالعه بتوين 1 وماينس 1، نوت مور ذان 1، نوت ليس ذان ماينس 1. لو في اي اسئله ممكن تكتبوها لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المره الجايه هنحط مثال ازاي نعمل برضو البرزيشن على الاكسل شيت او جوجل شيت. السلام عليكم.